يا مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم طبعا في اخت حب قلت لي حابه اشوف المنق هذه عندنا احنا المدخنه هيك اللي ادفي فيها البيت طبعا مو كل البيت انا عندي تدفيه كامله بالبيت بس هذه انا صراحه احبها هيك على الخشب بستعمل الخشب طبعا خشب بنشتريه آه كلش حلوه تطلعوا يعني طريقتها كلش ما بعرف سهله تطلعوا هاي هيك يطلع من هون الدخان هيك طلعوا هيك طبعا اذا حابه اسوي بطاطا حلوه او كستنه هون طلعوا هون أحطها هاي هيك مثل الجرور، طلعوا النار كيف تطلع كلش حلوة طريقتها كلش حلوة، طبعاً بالدول العربية كلش سهلة بس يمكن ما بعرف الخشب إذا كان عندكم، إحنا هنا الخشب يعني كمان مو بتظنو رخيص موجود بالشوارع والهاي بس ممنوع نشيله هذا تبع الشتات يعني تبعت الحكومة ما نقدر نشيله، كتير حلوة رائعة جداً أحبها الصراحة. انا الوحيده اللي بالبيت احبها الاولاد ما يعني ما ما بيسوون بهيك شغلات زوجي يقول يعني مالك بهدوخه الراس بس انا لا صراحه انا بتمتع من اقعد هيك حواليها كثير حلوه طريقتها حبايبي موجوده بالمانيا اللي عايش طبعا هاي مو يا يجي يحطها لازم يكون البيت مرخص انه في هاي الشغله انا بيتي بالترخيص ترخيص انه اقدر احط فيها هاي الشيء حتى انشف بالشتاء يمكن قلت لكم انشف البرتقال بنشف الخضار كلها هون حتى الفلفل اذا اريد انشف اي شيء انشفه هون كتير حلوه طبعا احط هيك خشب واتمنى انه الاخت اللي سالتني انها تعجبها طريقتها ممكن اورجيكم اياها هيك بالطول هاي هي وهذا هو البايب تبعتها